السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا مطولين فيديوهات ما عم ننزل شيء، كنت عم استنى انه يوصلني الشيء اللي عم انتظره، فكنت موصي على جيمنج بي سي واليوم وصلني. صار له تقريبا شيء 10 ايام لحتى اليوم وصلني، فما حبيت انزل فيديوهات واعمل اي شيء بين ما استلم الجيمنج بي سي وتحول كل شيء على جيمنج بي سي، يعني اصير العب محاكي، يصير بسوس مباشرة، كل شيء نظامية. فهلا رايح استلم الجيمنج بي سي وادعوا لنا، وراح اصور لكم كل شيء وان شاء الله يعجبكم. وبالمقابل بدي لايك وكومنت حلو ودعمكم الاسطوري، فلا تنسوا تدعمونا. هلا خلينا نروح نستلم. تعبت بين ما حملتهم على البيت، فتقيل كتير والله. ما قطع نفسي وانا عم بطلع الدرج. فاخيرا وصلتنا الجيمنج بي سي. راح تشوفوا هلا، راح اصوركم كل شيء انه التركيبه تبعها كيف، ونفتحها قدامكم ان شاء الله يعجبكم. بس بدنا منكم الدعم واللايك وكومنت حلو، ولا تنسوا تجوا على بسوسنا. نحن عم نفتح بسوس على فيسبوك على يوتيوب، بس تفاعل كتير قليل. فاشترينا الجيمنج كيت بي سي وكل شيء مشان نظبط الوضع اكثر ونصير نقدم شيء احلى واحلى، احلى من اللي قبل. فبالمقابل بدنا دعمكم على الفيديوهات وتفاعلكم بالقناة. هلا راح افرجيكم الشكل الخارجي هلا وهي بالكرتونة شوي، وبعد شوي راح نركب لكم كل شيء وتشوفوه. هلا راح نبلش نفتح القطع ونشوفه ونفرجيكم اياه يا شباب، ان شاء الله تعجبكم. فجبنا شاشة كبيرة الحمد لله، امور اللوز باللوز. Come
اهم شيء دعمكم، ولا بتركم على الفيديو؟ شو بتركم على الفيديو؟ هلا خلينا نستنى انه بعد ما نطبقها نشوفكم. طبعا شباب هيك صارت الكمبيوتر موصول، هاي الشاشة، وهاي الشاشة تانية لسه ما شغلناها، السودة ما تبين. طبعا هاي حطيت اسود من ورا بس مؤقت بين ما انتقل على بيت جديد، ان شاء الله من هون لشهر راح انتقل على بيت جديد. وهذا الكيبورد والماوس، اهم شي كاست الشاي ما تنسوها، ليبتون طيب كتير. فهذا الكيس والامور، وتشوفونا على البث المباشر بالفيديوهات الجديدة بإذن الله. لسه في شغلات كتيرة ما خلصنا تركيبة كل شي، بدها يعني فينا نغير الأضوية اللي هنيك كمان، هذوليك الأضوية فينا نغيرها نصير ألوان تانية. هذا الماوس، هذا الكيبورد، فلسه عم نشتغل عليها، لسه بس بدها برامج نظبطها، وبدنا تركيب هاي الشاشة كمان، نوصل للشاشة هاي معاهم. فبس نخلص كل شي نصير نلعب ونصور ونعمل كل شي. فأهم شي، أهم شي شباب إنه ما تنسوا تدعمونا، و لأنه من يوم ما جبنا كمبيوتر راح كمبيوتر أنا بتقول بي سي مو كمبيوتر، جبنا بي سي راح نصير نشتغل على شغلات كتير، على ألعاب تانية، نعمل بسوس بشكل مؤقت. وهذا الغرفة بعرف انه قديمة كتير، لهيك بدي غير البيت قريبا، من هون شهر راح اكون منتقل. وهنيك بهذاك البيت في غرفة وفي محلات حلوة، انه خرج اساوي موقع حلو، فاعذرونا على هذا البيت لانه صاير قديم. حكينا مع صاحب البيت كذا مرة يجي يدهن يزبط، ما اجا. وانت ما فيك تعمل اي شي باوروبا هون بالبيت غير ما تاخد اذن صاحب البيت. فعلى كل حال انه راح ننتقل قريبا ان شاء الله على منطقة ثانية، على بيت ثاني، نظبط الوضع هنيك احسن. فكل اللي عليك انك تدعمنا من يوم رايح، وتعطينا لايكات وكومنتات، وتعملنا شيرات على البثوث مباشرة وعلى الفيديوهات. وهلا بترككم، شو هلا بترككم، ان شاء الله بتكون عجبكم الفيديو، ولا تنسونا من اللايك والمتابعة، وشكرا لكم والسلام عليكم.